واحد كي يهز كاش حجره والله يتولى يشوف وصي جامي تحت حاجه والله ان شاء الله هذيك الحاجه اللي راها طيب نقول مله باريس تخطف. بهذه الكلمات يوصي أحمد هذه المجموعة بتتبع نصائحه، فكونه دليلهم السياحي في رحلتهم قلب صحراء تيكوباوين بجانب نصائح وجب التقيد بما يقوله. لو كان ما كاش الدليل ما تلقاش طريق، سمعت؟ ولازم الدليل هذا يكون عنده الخبره ويعرف السيت توريستيك ويعرف وين سما يخير لك البلاصه تاع البيفواك يعني اللي ما فيهاش الاخطار يفيتي لي ريسك كاع المسالك الوعره هذوك سمعت، خاطر الصحراء على بالك عندها سيستم باش تعيش فيها. تمتع هؤلاء بمناظر الصحراء الذهبية لا يثني أحمد عن أداء مهامه، فمسؤوليته لا تقتصر على إخبارهم بتاريخ وأماكن هذه التضاريس الصحراوية، بل يتعداه لضمان أمنهم أيضا. انت واجي يكنا يكنا ورا يخمم. أنا السكتير هذا نتاع السياحة نعتبره باللي راه يعتمد بنسبة كبيرة على الثقة والأمان، ولو كان ما يكونوش هادو زوج حوايج ما تكونش السياحة. المسؤول الأول في الرحلة شكون هو؟ القيد، هو اللي يخير البلايص الملاح، هو اللي يفيتي يعني المسالك الوعرة ويفيتي الخطر، أي خطر يترصده يقول لك ما نمشيش، وقبل ما يخرج ديجا عنده قانون. أحمد الدليل الصحراوي الذي اشتهر بلباسه الصحراوي التقليدي، اشتهر أيضاً بأنه بوصلة الصحراء التي تدل وتؤمن السياح.